بلال داود منسق جهة طنجة تطوان الحسيمة. تحية لكل الأساتذة والأستاذات، لكل الغيورين والغيورات. يأتي هذا الشكل النضالي يعني تجسيدا للبيان الوطني القاضي بالإضراب، وكذلك بتنظيم أشكال جهوية وإقليمية. نحن نتواجد اليوم أمام هذه الإدارة ممثلة الوزارة لكي نؤكد على أننا سائرون في درب النضال إلى غاية تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، والتي تتمثل أساساً في أسقاط مخطط التعاقد وإدماج كل أساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية، وبالضبط في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بباقي زملائنا. لا يعقل أن تكون لنا نفس الواجبات في حين لا نتمتع بنفس الحقوق من قبيل الحركة الوطنية، إذ يحرم الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد من الحق في الحركة الوطنية، وتفرض عليهم مبدأ الإقامة الجبرية داخل الجهات دون مراعاة يعني التدهورات النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تلحق هذه الشريحة من الأساتذة والأستاذات. وكذلك نستنكر يعني خرق الوزارة لنتائج جولة حوار 13 أبريل القاضية بوقف استدعاء الأساتذة والأستاذات لاجتياز ما يسمى بامتحان التأهيل المهني إلى حين حل ملفنا في شموليته. فنحن لا نرى أي سند قانوني لهذا الامتحان غير ذلك النظام الأساسي بين قوسين المشوه الذي نرفضه جملة وتفصيلا، ونؤكد على أننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سائرون في درب النضال دون هوادة إلى غاية إسقاط مخطط التعاقد. نائب منسق إقليمي لطنجة أصيلة ونائب منسق الجهوي لجهاز طنجة تطوان، أستاذ فرض عليه التعاقد. جئنا لنحتج ونندد بالاستفزازات المتكررة لبعض مدراء المدراء الإقليميين وبعض المدراء الجهويين، وكذلك بعض المفتشين الذين يجتهدون من ذوات أنفسهم والذين يدعون الأساتذة لاجتياز ما يسمى امتحان التأهيل المهني، والذي نرفضه جملة وتفصيلا. ليس لحد نرفض الاجتياز هذا الامتحان في حد ذاته، ولكن نرفض الصيغة الجديدة التي جاء عليها هذا الامتحان بعدما كان في صيغته القديمة، أو الصيغة التي كان يجتازها الأساتذة الرسميون تحت مسمى الكفاءة التربوية، على أننا على أتم الاستعداد لاجتياز هذا الامتحان، لكن في إطار النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. نحن هنا جئنا لكي نسمع صوتنا عاليا للرأي العام المحلي والوطني والدولي. جئنا لكي نقول أننا لازلنا صامدون ولازلنا مواصلون لهذه المعركة المشروعة والعادلة حتى إسقاط هذا المخطط الإمبريالي، هذا المخطط الذي فرض فرضا على الدولة من طرف مؤسسات الائتمان الدولية. جئنا أيضا لكي نطمئن الأساتذة الزملاء الزميلات أن إطارنا العتيد
التنسيقي الوطني الاساتذه الذي نفرض عليهم التعاقد هو اطارنا الوحيد. قلعه صامده ستواصل الكفاح والنضال حتى تحقيق مطالبها المشروعه وهي ادماج اسلاك الوظيفه العموميه واسقاط مخطط التعاقد المشروع. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على القناة الصحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.